في فقرتنا الطبيه لهذا الصباح نتحدث عن الملاريا ومرض الملاريا هو مرض يهدد الحياه يتواجد غالبا في المناخات الاستوائيه وشبه الاستوائيه حيث ينتقل في العاده عن طريق لدغه البعوض سنتحدث وسنتعرف على تفاصيل اكثر عن مرض الملاريا لهذا الصباح ويسعدنا ان نرحب داخل سدي صباحكم اجمل بالدكتوره الصيدلانيه طيب الفاروسي يسعد صباحك دكتوره صباح النور يا هلا صباح الخير رحب كيف رحب الحال م. تمام يعني تمام. حبيبنا بدايه دكتوره طيب نحدث المشاهدين ونعرف المشاهدين اكثر على مرض الملاريا مرض الملاريا هو مثل ما حضرتك اول شيء تفضلتي بتنقلوا عن طريق يعني بعوضه ولكن انا بدي احكي شوي عن سبب تسميته بالملاريا بسرعه بدنا نحكي إيه. عن هذا الموضوع آه هو الاصل لاتيني اصل الكلمه لاتينيه آه ملا اريا بالطلياني او مالوس اريا باللاتيني اللي هي معناتها الهواء الفاسد نعم وتسمى آه ايضا البرداء على فكره بالعربي لانه بتعمل بالعاميه برديه او رعشه شديده وكانوا يسموها الانجليز على فكره بحمى المستنقعات لانه كانوا مفكرين انه الهواء تبع المستنقعات او المياه الراكده هو اللي بينقل هالمرض، طبعا. هو حقيقه طبعا لا عن طريق بعوضه، اكتشفت عام 1880 من قبل طبيب فرنسي بالجيش، اكتشفت الطفيليه التي تسبب المرض من قبل طبيب بالجيش الفرنسي بالجزائر. هلا اذا بدنا نحكي بالضبط عن مرض الملاريا، مرض الملاريا عباره هو بالاساس عن طفيليه. <applause> نوع من أنواع الطفيليات ونحن بنعرف الطفيليات عبارة عن كائنات حية دقيقة ولكن هي يعني نحن بنقول حية ولكن تجاوزا هي ما بتقدر تعيش خارج خلية حية يعني ما بتقدر تعيش خارج خلية مضيفة اللي هي البعوضة ومن ثم الثدييات ومن ضمن الإنسان يعني عندنا نحن كثير أنواع 170 نوع من الطفيليات ولكن اربعه بس فقط منها اللي هي بتصيب الانسان. مم. وطبعا هالطفيليات هي بتصيب الحيوانات، بتصيب الطيور، بتصيب كل انواع الثدييات. نعم. على فكره هالمرض هلا بنشوف اذا كيف يعني نوع كيف الانتقال. المرض للاسف 210 مليون بني انسان بينصاب فيه بالعالم. نعم 400 الف انسان بيموت وفيات. في بالعالم المنطقة. واغلبهم هن بافريقيا واو سريع الانتشار اذا هذا المرض وبنتشر بسرعه كبيره سريع الانتشار هو بدو مناطق محدده بس أوكي. يعني ما بنقدر المرض مناطق استوائيه تكلمنا كورونا ولا هل... لا لا بقول له مناطق محدده ولا ممكن يجي على مم. يعني صعب على الذات استوائيه هون. يعني آه. مناطق استوائيه المناطق الدافئه اللي فيها امطار كثير وبعدين بتقلب لجو دافئ مم. رطب جدا هذا بالنسبه له وضع مناسب للتكاثر وضع مناسب للبعوض كمان بالنسبه الى هالطفيله الطفيليات هي حقيقه اللي بتنقلها انثى البعوض فقط يعني من نوع الانوفيلس اسمها هاي الانوفيلس الانثى فقط لانه الذكر بيتغذى على مريح حاله بيتغذى على رحيق الازهار وعلى مثل النحل يعني نعم هذه هي بتنصاب فيها لانه البعوض غالبا بيكون آه على المستنقعات لكن ليش فكروا اول شيء انه الهواء اللي بينقلها على مستنقعات المياه الراكده وخاصه بينتشر بفتره الامطار مه. بينصاب بها الطفيليه بشكل من الاشكال هالطفيليات بتجي على الجهاز الهضمي اللي له بتدخل على الجهاز الهضمي بتتكاثر الى فترتين للحياه تتكاثر تكاثر بيقولوا جنسي يعني الذكر آه تفرز الذكر عن الانثى تمام فيما بعد بعد اسبوع او اكثر بتنتقل للغدد اللعابيه لحالها بتجي هالطفيله الغدد اللعابيه البعوضه بقى وقتها تجي طبعا تقرص الانسان اجباري بدها تفرز شويه لعاب مشان شويه تحل منطقه الجلد اللي بدها تدخل فيها الانبوبه اللي لها وبالتالي فورا بتنقل هالطفيليه للجسم السليم نعم. هلا وقت اللي بتدخل هالطفيليه هي للجسم جسم الانسان السليم السليم الا بقى فتره يعني مواقع اما بتفوت على الكبد وبتقعد فيه هلا بنشوف الانواع طبعا م -م. تتكاثر فيه حتى تنضج وبتطلع بتهاجم اللي هو الاساس كريات الدم الحمراء ممكن تقعد كامنه لمده عام كامل وفي النوع اللي بفوت فورا على كريات الدم الحمراء اللي هو الخطير جدا وفورا بكسرها هذا اللي هو اسمه الملاريا ولا كله اسمه الملاريا كله كله ملاريا بس هو الملاريا أنواع؟ بسببه اربع انواع طفيليات اللي نحن عم نحكي من عليه طبعا الملاريا مثل ما قلنا بصيب الطيور بصيب الثدييات بس نحن عم نحكي على الانسان تمام نعم يا اما بيصيب فورا كريات الدم الحمراء وبيكسرها يا اما بيستقر يا اما بيستقر في الكبد وبعدين بعد سنه بهاجم الكريات الدم الحمراء نعم طيب تحدثتي عن انواع يوجد انواع لهذا المرض نعم اللي هو اربع طفيلي انواع طفيلي يعني هو بالنهايه مرض الملاريا نفسه <applause> الاعراض نفسها بالنهايه في مضاعفات خطيره تؤدي الى الموت او لا حسب نوع الطفيليه عنا يعني عندنا اربع انواع النوع الاخطر اللي هو بيقولوا المتصوره النجيليه حسب شكله مثل <applause> سكر المنجل المنجليه المتصوره المنجليه اللي هي اخطر الانواع اللي هي فورا بتهاجم الكريات الدم الحمراء مباشره وبس تتكاثر بقلبها لهال لانه بدها خليه مضيفه نعم تتكاثر بدها حموض نوويه بتتكاثر بتتفجر هالكريات بتنتقل بتطلع منها الطفيليات بتنتقل لكريات حمراء اخرى وهكذا وهي طبعا هي اللي بتسبب الاعراض والامراض الخطيره نعم. النوع الثاني النشيط هالنوع موجود بافريقيا هلا النوع الثاني اللي هو النوع النشيط نقول المتصوره النشيطه اللي هي موجوده ببلاد بمنطقه الشرق الاوسط او باسيا اللي هي بتعطي اعراض اقل بتصيب الانسان على فكره ولكن بتعطي اعراض اقل وبتيجي بتقعد بالكبد ممكن انه تعمل انتكاسات كل فتره للتانية تهاجم كل فتره للتانية لمده اربع سنوات النوع الثالث اللي هو بيقولوا له المتصوره الوباليه هي بتقعد كامنه بمجرى الدم كمان ممكن ما تهاجم تقعد كامنه وما في اعراض ولكن بهذه الفتره ممكن تنقل المرض لشخص تاني اذا اجت البعوضه طبعا وارسطو وبعدين راحت لانسان تاني وهي موجوده كمان بافريقيا النوع الاخير اللي هو نوع نادر جدا المتصوره البيضويه على حسب شكلها يعني حسب شكل الطفيليه اللي هو بغرب افريقيا واللي هو بيقعد كامن بالكبد كمان ما بيعمل اعراض ولكن كل فتره وفتره لمده اربع سنين ممكن يعمل انتكاسات. نعم تمام. كنت حابه اتكلم معك على على يعني طرق انتقال المرض بس انت قلتي انه فقط بالبعوض بينتقل ولا في طرق اخرى؟ نعم في في طرق الانتقال بس المرض. ولكن انتشارك. عن طريق الدم يعني مهم. اما عن طريق البعوضه او ممكن عن طريق نقل الدم او ممكن الحاله مواسى الحلاقه نقل الدم يعني إذا نقل نقول... كامل للدم نعم نعم اذا بدنا ننقل شخص لا سمح الله بحاجه الى الدم بده ينقل من شخص مصاب بينقلوا له شخص مريض عن طريق يعني المشافي او المستوصفات وفي عنا عن طريق مشاركه ابر المخدرات هي كمان ممكن بين الناس اللي بتمارس بتتعاطى المخدرات ومن الام الحامل المصابه بالمرض الى الجنين فورا بينتقل نعم. نعم. نعم 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 طيب اعراض هذا المرض يعني هلا الاعراض هي بسموها الحمى المتقطعه حقيقه الملاريا ليش لانه هي عباره عن تبتدي بهجمات اول شيء بتبتدي ب ممكن تكون قشعريره ورعشه شديده جدا بالاضافه الى ارتفاع بدرجات الحراره هلا بتوصل ل 38 هلا وين الخطوره او وين يشك فيه انه هي ممكن تكون ملاريا انه بتروح الحراره فتره قصيره بتروح بترجع للطبيعيه بترجع بعد 48 ساعه بترتفع درجه الحراره بترجع للطبيعيه بترد بترتفع وهون بقى بترافقها اعراض مه. التعرق الشديد اعراض الانفلونزا على فكره مه. التعرق الشديد الام الصداع الام العضلات الجهد الشديد التعب. والتعب مه. والوهن ممكن يكون في سعال ممكن اسهال خفيف هلا بعدين تضخم الطحال ممكن يصير في ضيق بالتنفس هي طبعا فيما بعد يعني آ... نعم بالمراحل المتطوره يعني والاعراض حقيقه هي مثل اعراض الانفلونزا طب كم بيتم تشخيصها وعلاجها طبعا هلا بالنسبه الي نحن بالحالات العادية ببلادنا هلا أنا بدي أقول إنه انتشاره قبل انتشار هذه مرض الملاريا هلا موجود ب 50 دولة بأفريقيا هي الماكسيموم يعني ومعظم الوفيات 91 تقريبا بالمئة من الوفيات بتحصل بأفريقيا تمام والأطفال الإحصائيات اللي ذكرتيها في بداية الفقرة أه يعني بالبلاد الاستوائيه كمان oh. يعني بلادهم المناخ الاستوائي غير مناخنا كمان mm -hmm. وطبعا بلاد هي في ما فيها رعايه صحيه وما فيها وهالاطفال بتلاقيهم بهالمستنقعات وبهالجنب المياه الراكده والى اخره آه الوفيات واقل الاطفال اقل من خمس سنين عندنا بمنطقه الشرق الاوسط في 17 دوله ممكن تنصاب فيها ولكن من اخطرهم للاسف للاسف اليمن والباكستان وافغانستان السواحل الغربيه للاسف في بلادنا معرضه عدد نعم لانه كمان في مناخ قريب من خط الاستواء مناخ شبه استوائي وبتعرف كمان الظروف الصحيه نعم. بالاضافه طبعا لشرق اسيا وفي مناطق ثانيه هلا بالنسبه الى التشخيص الطبيب اذا كان بهالمناطق اللي موجود منتشر فيها المرض عادة طبعا بهالأعراض هاي بدو يسأل عن الأعراض بده يشك أكيد يعني بده يسأل القصة المرضية وبده ممكن يسأل الشخص إذا كان بمنطقة تانية غير مناطق إنتشار الملاريا بدو يسأله إنه إنت وين رحت آخر فترة نعم. إلا إذا كان بالمنطقة نفسها طبعا بدو يشك الطبيب حتما بياخد بقى عينة من الدم بيفحصها تحت المجهر بعدين بياخد عينتين من الدم بفترات متقاربة من 6 إلى 12 ساعة وبيتم وقت البحث عن هذا الطفيلي نعم. يعني الشك بالمناطق اللي بتنتشر فيها الملاريا بهيك أعراض مباشرة لازم يشك الطبيب بالملاريا أو إذا الواحد سافر لهذا المكان ورجع مثلا ورجع الملاجة. بقى الطبيب بده يسأله هي مشكلته لط... يعني مهمته للطبيب أنه يسأله القصة المرضية اللي أو وين إيه؟ سافر نعم. إذا هي المنطقة فقط اللي ممكن أنها بتخليك عرضة أن تنصب بهذا المرض تماما وعلى نعم. فكرة هلأ كثرة الإصابات أحيانا مع ما عم أقول بالطفيلية اللي هي المنجليه الشديده الخطوره لانه هالطفيليه هي اذا ما كثير اسرعنا باتخاذ الاجراءات بالعلاج طبعا ممكن تؤدي بالنهايه الى التهاب سحائي الى تمزق الطحال انفجار الطحال عفوا ممكن تؤدي الى مضاعفات خطيره جدا يعني بكريات الدم الحمراء ويعني لذلك هذه لازم وتشنجات ورعشة ممكن تؤدي إلى الموت لذلك هذا لازم فورا نعالجه هلأ أحيانا بتصدف مثل ما أن الأنواع الثانية بتصير فيها انتكاسات بيشفى من المريض بعلاج معين برد بيرجع بينصاب مره ثانيه برد بيرجع بطيب هاي بتعطيه مناعه جزئيه على فكره مم. يعني في بعض بصير عنده مناعه جزئيه من المرض. من المنع. كويس انه بيجي عنده مم. المناعة هو ما بيجيش المناعه عند الطفيل نفسه او عند الـ الـ المرض نفسه هلا المرض نفسه بصير عنده مناعه او مقاومه بسبب الادويه طبعا مم. مم. يعني هلا بدنا نحكي طبعا طبعا عن نحكي العلاج. عن الادويه نعم. عن العلاج بسبب العلاجات العلاج. صار في عندها مقاومه سلالات هالطفيليات لانواع معينه من الادويه واللي هي هلا حاولوا يغيروها طبعا. بالنسبه لموضوع العلاج حقيقه ما في لقاح لحد الان الاطباء عم يبحثوا او الدراسات عم تبحث انه للقاح او مصل ضد هذه الطفيليه ما عم يقدروا يوجدوا حقيقه، لذلك عمي الدراسات الثانيه عم يحاولوا انه على البعوضه نفسها يعملوا تعديل وراثي على البعوضه نفسها مشان انه يخلقوا سلالات جديده من البعوض انه ما تحمل هالطفيليات هي وانه ينشروها بعدين جيل عن جيل بقى ما بقى بهالبعوضه ممكن تحمل الملاريا بعد محتاجه ميزانيه كبيره هذه العمليه و... لحد الان للاسف يعني الملاريا من ايمت مكتشف لحد الان صعب موجود. كتير نعم. الامور بالنسبه لهم عم يسعوا لحد الان لعلاجه طيب نعم. طرق الوقايه يعني دكتوره في بالنسبه الى العلاج قبل طرق الوقايه في ادويه اللي هو مشهور كثير الكينين نعم. حتى من شجر من النبات الكينين يعني وبعدين صنعوا منه الكلوروكينين وفي ماده ثانيه هيدروكسي الكلوركوين اللي هو صار في مقاومه لهذا بالذات كان كثير يستخدموا مقاومه طبعا بدلوا بعدين صار في ادويه ممكن للوقايه وممكن للعلاج تمام مثل الدوكساسيلين هو مضاد حيوي هذا بيستخدموه للوقايه وللعلاج في دواء مثل البريماكين كله كله من مشتقات طبعا الاكينين هذا يستخدموه للعلاج فقط في دواء بروجنا بروجنيل هذا بروغمانيل بيستعملوه للوقايه فقط يعني في ادويه اما للوقايه وفي ادويه للوقايه والعلاج متى تعطى ادويه الوقايه نعم اعطيت ادويه الوقايه يعني متى ممكن ياخذوها؟ هلا هو بالنسبه الى فتره الحضانه هي ممكن بتكون من اسبوع ل يوم او لعده اسابيع تمام لتظهر الاعراض ممكن انه مثل ما حكينا بالمناطق اللي بتنتشر فيها الملاريا ممكن في ما اذا في اصابات ممكن انه يعطوا من قبل يعني إحنا ما فينا نعطي هلا ادويه الوقايه في بلادنا هون صح الا اذا كان في اصابه علاج اما الوقايه وقت بينتشر المرض وبالمناطق اللي بينتشر فيها او بموسم الامطار مثلا له مواسم محدده وقتها انه ممكن يعطوا او اذا انصاب مثلا المريض قبل برا ممكن انه يعطوك وقايه دواء ثاني في عمر معين ولا بتعطى لكل الناس؟ لا لا تعطى ممكن هذه الأدوية نعم. ما هو الاطفال لانه كمان تحت الخمس سنين مص... كتير معرضين بالليصار. معرضه مم. طبعا طبعا نعم. هلا بالنسبه الى الوقايه دلوقتي الوقايه, دلوقتي الوقاية دلوقتي. طبعا اهم شيء انه نحن اذا بدنا نروح لهيك مناطق انه ناخذ وقايتنا او الناس المتواجده بهذه المناطق مهم جدا هو بينشط البعوض ما بين المغرب والفجر طبعا مهم جدا إنه نستخدم الناموسيات وفي على فكره مصنوعه بعض انواع الناموسيات من مبيدات للحشرات هي بتكون فيها ماده مبيده للحشرات نستخدم طبعا صاعقات الحشرات اللي بتصعق بالكهرباء <applause> المبيدات في بخاخات ممكن تكون امنه على التياب وامنه على الجلد على الملابس وعلى الجلد ممكن كمان نستخدم نستخدم نستخدمها أه نلبس ملابس سميكة نبتعد شوي عن الملابس الداكنة لانه تجذب البعوض الملابس السميكة بنغطي منغطي الأيدي ومنغطي الأرجل حتى الأقدام لأنه بتجي البعوض عادة على الأقدام أه نتجنب العطور وكريمات الحلاقة للرجال بعد أفتر After shaving After shaving, after shaving. أه إذا عنا مستنقعات برا أو عنا بح يعني بحيرات راكدة ممكن نربي فيها ضفادع اسماك لانه بتلتهم اليرقات البعوض. تبعت البعوض ممكن نستعمل بالبيت زيت الليمون والكافور كمان بندهنه على الجلد بيطرد الحشرات ممكن تستعمل الاقراص تبعت الحشرات هاي بتطرد بد... بالرائحة أو, أو نستخدم إذا عنا حديقة نستخدم الدخان في دخان لطرد الحشرات جميل يعني وبالنهاية إذا في مناطق عم ينتشر فيها لازم نحن أي عرض أنه نراجع فورا الطبيب صحيح لازم تكون جميل. في رعاية صحية أيضا لهذا المرض أكيد دكتورة إذا جدا سعدنا بتواجدك معنا هذا الحديث عن مرض المراني دكتورة الصيدلانية طيب الفاروسي يعطيك ألف عافية الله يعافيكم نتمنى طبعا الصحة للجميع وينتبه يعني الناس بي بالمناطق الموجودة فيها خاصة أهالينا باليمن لهالموضوع الموضوع لا يتجنبوا حياتها شكرا, شكرا جزيلا, جزيلاً, جزيلاً لك